وصفتنا لليوم هي طريقة عمل المايونيز بالبيت، مكونات بسيطة وبطريقة مضمونة ومن أول مرة. هيدي الطريقة بتخليكن توفروا عجيبكن شوي وتاكلوا مايونيز أطيب وأقل ضرر من مايونيز السوق. تابعوا الوصفة للأخير وشاركوني بتعليق، وما تنسوا الضغط على زر اللايك والسبسكرايب ليصلكن كل جديد. يلا نسوي شوف كيف الطريقة. أول شي منضيف بيضة وبياض بيضة، وللناس اللي بدها تسأل ليش بيضة وبياض بيضة، لأنه نحنا ما بدنا كتير نحط صفار البيض، نحنا ما كتير عايزين، وقد ما عايزين البياض لأنه هو يلي بيكمش المزيج وبيخليه جامد أكتر. مثل لما بنعمل كريم شانتيه أكيد بدنا نحنا البيض مش الصفار. وأنا عم حط المكونات الأولية بوعاء مش بالخلاط ديركت عشان تشوفوا أحبائي بوضوح المكونات يلي عم حطها، بس أنتوا لما بتكون تعملوها بتضيفوا هيدي المكونات ديركت بقلب الخلاط. من بعد ما ضفت البيض ضفت معلقة صغيرة من السكر وهي المسؤولة على حفظ المايونيز، ومنضيف عليهم ربع معلقة ملح ومعلقة صغيرة من الخردل. الخردل بيعطي نكهة كتير طيبة للمايونيز، فيكن تزيدوا من معلقة لمعلقتين. وزدت عليهم كمان معلقة صغيرة من الخل، خل أبيض أو خل تفاح مش مشكلة، المهم ما تزيدوا كتير كمية الخل. وهيدي هي كل المكونات، ضفتن عن الخلاط وسكرته، ومن بعدها دورت الخلاط على سرعة متوسطة وشلت هيدي الطبقة لحتى اقدر ضيف الزيت تدريجيا. وانا هون حطيت كمية الزيت تقريبا كوب معياري، ضفته شوي شوي يعني قد ما فيني نقطة نقطة صرت ضيفه لحتى اضمن نجاح المايونيز معي. كمية الزيت أحبائي هي عادة تقديرية غير محددة، بس أنا حاولت قد ما فيني حدد لكم إياها بكبي. عادة أنا لهيدي الكمية بكفيني كوب من الزيت، كوب معياري من الزيت النباتي، بس أنتوا أحبائي زيدوا الزيت تدريجيا، بس تلاقوه جمد معكم وقفوا إضافة الزيت على الخليط. ليكوا كيف طلع معي المايونيز، ليكوا قوامه ما أجمله وطعمته ولا أحلى من هيك. عن جد اللي بيجرب هيدي الطريقة ما بيعود بيشتري مايونيز من برا، أصلا حيخاف يشتري مايونيز في مواد حافظة وبيض ني وقصص. عادة الواحد لما بيجيبهم هو بيكون عارف مدتهم بالبيت أحلاله بكتير من أنه يشتريهم جاهزين ما معروف شو هي المكونات اللي عم تنحط فيها. وفي شغل كتير مهمة بحب نبه عليها، انه هيدي الوصفة هي خاصة بالخلاط تاع الكوكتيل البريق، لانه نحنا بدنا نضيف الزيت تدريجيا مش دفعة واحدة، وهي اهم خطوة ليزبط معنا المايونيز وتكون الطريقة مضمونة ان شاء الله 100% من اول مرة. انا متأكدة انه ان شاء الله هيدي الوصفة بدها تنال اعجابكم، خاصة انه مضمونة. في كتير طرقات بيعملوها بالبلندر بالمضرب اليدوي، بس يبلشوا يعملوها يفرط المايونيز معنا وما بيكون جامد مثل ما شايفينه هلأ. هيدي الطريقة مضمونة ان شاء الله من اول مرة. متمنى تكون هيدي الوصفة نالت اعجابكم وقدرت فيتكم بشي عادة صارت اللبنانية بتعتل همه. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. إلى اللقاء مع وصفة جديدة اقتصادية لذيذة وصحية من مطبخ الزيتون. باي.